نحو 14 مسجداً فتح أبوابه لكافة الأعمار بهدف تحفيظ القرآن الكريم في محافظة صلاح الدين بإشراف مركز الرحمن الإقرائي في ناحية يثرب. هذا يدل على حرصهم على القرآن الكريم وفقههم لأموره، ونحن نعجز عن نشكرهم على هذا العمل الجبار في المركز الإقرائي مركز الرحمن وعلى القائمين عليه، فهذا العمل عمل مبارك وعظيم. القائمون على الفعالية أكدوا تخريج نحو 800 طالب في ناحية يثرب وحدها هذا العام، وهو رقم يعد الأكبر بالقياس مع السنوات السابقة. في هذا اليوم المبارك وهذه الساعات تخرجت هذه الدفعة لقراءة القرآن من حفظ ومن قراءة ومن دراسة لحفظ كتاب الحق سبحانه وتعالى، ووصلت هذه عدد الطلاب في هذا في ناحية يثرب إلى 700 إلى 800 طالب. لم تقتصر العلوم المقدمة على تحفيظ القرآن الكريم فقط، بل شملت دورات الأذان وتصحيح التلاوات القرآنية وتعليم الأطفال الآداب النبوية. وتعلمت في هذه الدورة آداب النبوية، مثل آداب الطعام، آداب الجلوس، آداب الطريق. وأنصح كل الطلاب الابتدائي أن يدخلون في هذه الدورة لأن فيها فائدة كثيرة. الطلاب والمتسابقون ومن خلال هذه الدورات أكدوا أنهم كسبوا الكثير ولمسوا قيمة العلم الذي حصلوا ويحصلون عليه. القرآن بحر وعلمه غزير، القرآن الكريم نزل على صدر سيدنا محمد فصار السيد الأنبياء والمرسلين، القرآن نزل به جبرائيل عليه السلام فصار سيد الملائكة، القرآن الكريم نزل في رمضان فصار رمضان سيد الشهر، القرآن الكريم نزل في ليلة القدر فصارت خير الأيام. يؤكد المتسابقون والطلاب أن علوم القرآن من أهم العلوم، مستذكرين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.